مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني تنظم اجتماعاً تحسيسياً مع المسؤولين الإداريين والقضاة بولايات نواكشوط الثلاث، وذلك ضمن القافلة التحسيسية المناهضة للاسترقاق والاتجار بالبشر. مفوض حقوق الإنسان أكد أن الاجتماع سيتناول سبل تفعيل القوانين المكافحة لظاهرة التمييز والاتجار بالبشر على مستوى العاصمة نواكشوط. هذا التطبيق الفعلي اللي لا بد منه واللي اخترنا عنه اليوم يسنتي مع على مستوى نواكشوط السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على مستوى نواكشوط. كما تعلمون عن هذه الدولة الموريتانية في العمان التاليين دارت ترسانة قانونية من أقوى ما يمكن في ذو المجالات الأربعة، وأشادوا بها جميع الشركاء. ولأهمية تطبيق الإجراءات التي تحد من الظواهر الخطيرة على الإنسان، فإن الجهود ستتواصل من أجل ترجمتها عملياً، يقول مدير حقوق الإنسان بالمفوضية. إطلاع السلطات القضائية والأمنية ومراجعة أحكام هذه القوانين والحوار معهم حول أنجع السبل الكفيلة بتطبيق هذه القوانين تفعيله. وطبعاً ما نحن نسعى الآن مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية لتحديد أنجع السبل كذلك للدفع، وطبعاً مطبق ربما على مستويات، ولكن غرض من هذه الورشة هو الإسراع ويعني تفعيل هذا التطبيق. ويأتي اليوم التشاوري في إطار القافلة التي أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان الخميس الماضي، وتتناول شقين: الأول خاص بدور منظمات المجتمع المدني من خلال التحسيس وتوعية المجتمع بخطورة الاسترقاق والتمييز والاتجار بالبشر، فيما يتناول الشق الثاني كيفية تطبيق الإجراءات القانونية مع السلطات الإدارية والقضائية، وذلك في جلسات تشاورية.